بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي فولدر عايز اعمل له ديليت. طاف هنا اعمل ديليت عادي. لقيته بيديني الرساله دي. قلت له انت الرساله دي بتدهني ليه؟ قال لي اعمل دراي اجين. قلت له حاضر. عملت دراي اجين مفيش فايده. قلت له انا عايز الغي الفولدر. قال لي ايتم نوت فاوند. الايتم مش موجود. ازاي يا عم مش موجود؟ ده ليه تايتل هو ليه عنوان يبقى ازاي مش موجود؟ قال لي كودنت فايل تمام ذيس ايتم. طب ازاي برضه ازاي مش قادر اعمل حاجه زي كده؟ قلت اعمل كانسل واوجد حل. قلت اوجد حل. جبت عنوان معين كتبته فين في الرن. دخلت هنا وكتبت الرن بتاعي تمام. وقلت هنا اداني سي ام دي انا اللي كاتبها طبعا. بعد ما بتكتبها بتقول اوكي بيديك تايتل او عنوان معين جوه السي ام دي. باجي اعمل هنا كنترول في او بعمل هنا باست هنا وابدا اقول له انا عايز الغي الفولدر ده. هيقول لي بس انت بتديني امر عام. انا عايز امر خاص كده للموضوع ده. هقول له من عناية الاثنين. امر خاص ازاي يعني؟ هقول له طب ماشي انا هاجي اقف هنا. هو عايز عنوان يلغي منه. يا ترى الغي من هنا يا ترى بروبرتس هنا واخد العنوان دوت ولا ادخل جوه هنا وشوف سبب المشكله. هو ده سبب المشكله. يبقى انا ادخل من سبب المشكله هنا واجي اقول له هنا ايه بروبرتس واديني هنا العنوان. طب هو لما يجي بدي العنوان هنا انا بعمل ايه؟ باخد العنوان هنا واخد منه كوبي وراح اعمله فين؟ راح انسخه فين؟ على الاوردر اللي انا حطيته. طب ليه الكلام دوت؟ انا بعمل الكلام ده طبعا ما تكونش جاب العربي اللي موجود. بعمل الكلام ده عشان يبدا يلغي لي الكلام ده كله. يلغي العنوان بالطريقه دي. هي دي الطريقه الوحيده اللي الاوردر اللي انا حاطه تمام اللي هو سلاش اس مسافه تمام الكوتيشن بعد كده سلاش اللي انا حاطه اللي انا حاطه ده مع التايتل ده هو هيقدر يمشي على العنوان ده واحده واحده لغايه ما يوصل. هيقول لي طب معلش انا عايز برضو يعني اوصل يعني حاجه برضو تساعدني تاني. هقول له يعني انت عايز حاجه تساعدك اعمل ايه؟ قال لي اديني عنوان كمان مساعد للكلام ده. هقول له حاضر. هقف هنا كوبي واقف هنا مره ثانيه تمام واجي اعمل هنا سلاش. السلاش اللي اعملها دي هتكون سلاش والحرف ايه اللي هنا؟ هنا بالانجليزي. لازم اقلب عربي هنا تمام ولازم اعمل سلاش على نفس الوضع. طب سلاش على نفس الوضع؟ لا انا عايز سلاش على نفس الوضع اللي هي موجوده اللي هي دي. هيقول لي برده لا مش هي. ما انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان الكلام ده اخر ناس كتير. ادي السلاش اللي بنكتبها اهي ونبدا بعد كده نحط كنترول في اللي هو العنوان اللي احنا حاطينه وبكده تبقى خلصت المهمه. ما احنا لسه هنجرب واحنا كده خلاص ونبدا نقول له ايه؟ هنقول له انتر نشوف يرد علينا يقول لنا ايه؟ هيرد هنا يقول لي طب انت متاكد ان انت العنوان ده عايز تلغيه؟ هقول له انا متاكد ان العنوان ده انا عايز الغيه. واقول له يس خد بالك اكتب انجليزي مش عربي عشان ما تغلطش. هو كده لغاه طالما اديته امر بيس لغاه. انا مش هقفل وهجيب الشاشه دي هنا وابدا اشوف ايه الموضوع. هرجع هنا هبص الاقي ايه ده؟ ده اختفى. الله طب ارجع هنا للاستمرارية في النجاح. تعال ندوس ونعمل هنا دي لسه ما كنا بنعمل اول هو مش راضي مش الله ده لغى الكلام ده كله. اذا المشكله الموجوده عندي اتلغت اتلغت. ده عندي مشكله ثانيه ممكن اعملها هعملها بمنتهى السهوله بس اعملها لوحدي. وده تدريب ليكم عشان اي رساله مش عايزه تتلغي الغوها بالطريقه اللي قلت لكم عليها. انا هسيب لكم طبعا الاوردر اللي انتم شايفينه دوت اللي هو اس تمام سبيس تمام اوبتيشن الكلام ده كله هسيبها لكم فين في صندوق ان شاء الله التعليقات. انت تاخدوها في صندوق الوصف ولا ايه؟ وانتم ان شاء الله تاخدوها باذن الله وتقدروا تعملوا بيها لو عندكم نفس المشكله. لو عجبكم الفيديو ما تنساوش في اللايك والشير واي حد ليه سؤال ممكن تسيبوه لنا في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. وشكرا لكم وربنا يوفقكم.